محاسبة قتلة شهداء تشرين على جسر الزيتون قرب ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية مطلب قديم لأهالي محافظة ذي قار الذين جددوا التأكيد على تحقيقه في وقفة احتجاجية نظموها على الجسر الذي روته دماء الشهداء. على جسر الزيتون للمطالبة أولا بالقصاص من قتلة المتظاهرين، بالأخص أنه هناك أحد المتهمين اللي هو عمر نزار في المحكمة، وعدة جلسات صارت طالب الجهات القضائية كافة بمحاكمة المجرم عمر نزار والذي متهم في قضية مجزرة جزر الزيتون، كما نطالب القضاء بإلغاء القبض على كافة المتهمين في قضية فاجعة جزر الزيتون وإنزال أقصى العقوبة بحقهم. وقال المشاركون في الوقفة إن الأحزاب تماطل بمحاسبة قتلة ثوار تشرين، وإنهم ماضون في تحقيق العهد الذي قطعوه للشهداء بمحاسبة القتلة. محاسبة القتلة مطلب جماهير الشعبية، جماهير الفقراء، جماهير ذي قار الأحرار، يجب أن يتحاسبون القتلة. إحنا قاعد نشوف الأحزاب صار لها منذ سقوط الشهداء لهذا اليوم قاعد تماطل بقضية القتلة، قاعد مطيتهم انطلاق الصلاحية الكاملة. دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسنبقى على العهد والوفاء، نطالب حتى آخر رمق من حياتنا بالمحاسبة والقصاص من قتلة الشهداء عمر نزار، جميل الشمري، كل من اشترك من قادة ومن رتب ومن ضباط، كل من اشترك بهدر دماء الأبرياء ثوار ساحة الحبوبي العزل. وأكد المشاركون في الوقفة أن محاسبة قتلة ثوار تشرين على جرائمهم مطلب ثابت لا تفاوض فيه ولا تنازل عنه، فبتحقيقه فقط ينال الشهداء وعائلاتهم بعض ما ينشدونه من السكينة.